أبي مرحبا، كيف حالك؟ أبي هل تسمعني؟ يا أبي لماذا أنت صامت؟ ماذا؟ أحتاج إلى مساعدتك، لقد كسرت هاتفي. هنا انظر، اشتري لي واحد جديد. لدي نفس الهاتف المكسور، ولا مشكلة، لماذا تختلقينها؟ هذا كل شيء، اذهبي، أنت تمنعينني من القراءة. كنت أعلم أن هذا سينتهي هكذا، شكرا على الدعم. وماذا أفعل الآن؟ أنا أكره عائلتي، لا لزوم لي هنا، أحتاج إلى عائلة غنية، أنا أستحق الأفضل. رسم غبي، فكرة. أنا الآن نفسي سوف أقوم بإنشاء أسرة سعيدة. أحتاج أولاً إلى قص صورتي. هذا كل شيء، اتضح أنه رائع. الآن سألصقها مباشرة على غلاف المجلة هنا. كم هذا لطيف، أتمنى أن يتحقق حلمي يوماً ما، أو سيكون هذا في المنام. بالمناسبة حان وقت القيلولة. أين أنا؟ من أين يأتي هذا الدب الضخم؟ أنا لا أتعرف على غرفتي. كم هي جميلة؟ هل أنا غنية؟ عملت خطتي، يجب أن أرى بسرعة ماذا يوجد هنا. واو، يا لها من بيجامة جميلة، وبيت الدمى رائع. واو، ثلاثة طوابق في آن واحد. وما هذا؟ طائر الفلامينغو، يا له من ظريف، أريد أن ألعبه. كنت أرغب دائما في القفز على مثل هذا السرير الضخم. واو، يا لها من منضدة كبيرة للزينة. كم يوجد مكياج، لم أرى الكثير من هذا من قبل. هل هذا جرس؟ سأجربه. صباح الخير إما. صباح الخير، أحضرت لك أكثر ما تحبيه، أوراق نقدية جديدة من البنك. هل هذا كله لي؟ مستحيل، أرمي أكثر، أنا أريد أن أسبح بهم. مطر، لا يصدق، من الأموال، لم أرى هكذا من قبل. المزيد المزيد، لا تتوقفي، أنا غنية. كل هذا يحدث لي، أنا بحاجة لالتقاط أنفاسي ومشاركة هذه الأخبار مع شخص ما. أوه، لقد نسيت تماما، هاتفي مكسور، هيا اشتغل. قطعة معدنية غبية. مرحبا عزيزتي إما، كيف نمت؟ لقد اشتقت إليك يا ابنتي. ما هذا؟ كيف تسير الأمور؟ ابنتي لا تستطيع الحصول على مثل هذا الهاتف. انتظري لحظة، سنصلح الأمر. هنا، خذي، هذا لك. لي؟ شكرا جزيلا، إنه هاتف آيفون جديد، لا أصدق عيني، أنا بحاجة ماسة لفتحه. أوه، لقد كسرته، أتمنى أنه لم يتضرر. أوه، هناك شقوق، إذن ماذا يجب علي أن أفعل؟ أغفر لي يا أبي. لا تبكي يا جميلتي، لدينا ما يكفي من المال لشراء 100 جهاز آيفون، دعيني أجفف دموعك. انتظري لحظة، هنا، خذي هاتفي الآن. أوه، ليس لدي الكثير من الوقت، يجب أن أذهب. لدي أفضل أب على الإطلاق، أنا بحاجة ماسة لالتقاط الصور على هاتفي الجديد. والآن سأقوم بتحميلها على الشبكة الاجتماعية، سأدعى جميع يروا كم أنا أعيش ويحسدونني. سأنتعش قليلاً. أوه لا، لقد فاض، بالتأكيد سوف يوبخونني. أنا بحاجة ماسة إلى مسح كل شيء دون أن يلاحظ أحد. من الجيد وجود منشفة. أوبس، أعتقد أنه ليس لدي وقت. أيها العسل، ماذا تفعلين؟ انهضي الآن، تخلي عن هذا. صباح الخير يا جميلتي، تذكري يجب لا تقومي بالتنظيف أبدا، لهذا لدينا الخادمة. مونيكا، امسحي كل شيء هنا. أترين؟ هذا يعمل بشكل رائع، من الأفضل لك أن تأكلي شيئا ما. خذي هذا لوح الشوكولاتة المفضل لديك. هذا كل شيء، لا أريد المزيد. سأقوم بتنظيفها الآن سيدتي. توقفي عن تناول الحلويات، سوف تدمرين جسمك، تخلي عنها. ربما لا يجب أن نرميها على الأرض. لماذا؟ الخدم سعداء بتنظيف البقايا من بعدنا. انظري، كم يوجد أشياء، شكرا لك سيدتي.
حسناً، لنذهب يا ابنتي. اسمح لي أن أساعدك قليلاً. ليس بأي حال من الأحوال، هذا كله لي. أنا أحب أغلفة الحلوى والقصاصات. هذا غريب. حسناً حسناً، سأذهب الآن. لدي مفاجأة لك. هل أنت جاهزة؟ غرفة ملابس جديدة، غرفة خاصة بي. وأنا مصمم الأزياء الخاص بكم. مرحباً يا جميلتي، تعالي دوري هنا قليلاً. حسناً. خلابة، ماذا تحبين؟ سأريك الآن، أريد هذا الفستان. لديك ذوق ممتاز. حسناً، الآن سألتقط ما أحتاجه. تعالي إلى غرفة القياس. يجب أن تبدو ابنتي وكأنها أميرة. تفضلي، هذا ما أرادت. كيف أبدو؟ هل هو لطيف؟ اللون الوردي هو اللون الأكثر عصرية. إلى ماذا حولت ابنتي؟ من المخيف النظر. التقط شيئاً آخر لها الآن. لا تقلقي، لا تكوني عصبية من فضلك، سوف أصلح الأمر. أنا مستعدة، ما رأيكم؟ هذا أسوأ مما كانت عليه. دعيني أضع لك المناكير. هذا ما أحبه، أنا مثل الجنيات. غيري الآن. أصبري سيدتي. مظهر رعاة البقر. أنت فقط تفتقدين الحصان، هذا رهيب. أنا أفهم، سأرحل. يا له من ستايل غريب تمتلكه فتاتك. ما رأيكم الآن؟ هيا بنا. لماذا نحتاج كل هذا؟ لقد تعبت بالفعل، أنتم لا تحبون أي شيء. انظري، تبدو وكأنها ترتدي أخيراً شيئاً لطيفاً. أحسنتِ. أما أنتِ الآن أميرة حقيقية. سوف أسقط. كم كان ذلك محرجاً. شكراً على مساعدتك، سنواصل بأنفسنا. أنا أحب العمل مع الأغنياء. انهضي، نحن نغادر. مفاجأة أخرى تنتظرني. نعم، لقد خمنت. انظري ماذا أعددنا لك أنا وأمك. ماذا هناك؟ لا أستطيع الانتظار لفتحه. علبة؟ بالتأكيد، هيا يا ابنتي. بالفعل سأفك الشرائط. هل هذه دمية ضخمة؟ تبدو رائعة، لطالما حلمت بهذا. شكرا، دعوني أعانقكم. على الرحب والسعة إما، دعينا لا نضايقكم. لدي شيء لأقوم به. كم هي رائعة تتحرك، حتى الرأس يدور وكأنه حقيقي. أريد أن أحضنها. مرحبا، أنا صديقتك الجديدة. ممتاز، دعينا نجلس. هذا كل شيء عظيم، هيا بنا نلعب قليلا. أعطيني يدك. أنت تقومين بعمل رائع. فكرة، علينا أن نصفف لك شعرك. اجلسي في وضع مستقيم ولا تتحركي. سأقوم بتمشيط شعرك. والآن سأقوم بعمل مكياج. أنت دبدينة رائعة. خطرت لي فكرة رائعة. انظري إلي. دعينا نبدل الأماكن. أنت ستقومين بعمل شعري ومكياجي. أنا جاهزة للبدء. ثانية واحدة فقط، سأخذ المشط. أنا أبدأ. كم هذا مؤلم، شعري. توقفي عن ذلك. رهيب، المشط علق في شعري. دمية غبية، لا أريد أن ألعب معك بعد الآن. هذا أفضل بكثير. يبقى أن نسحب المشط بطريقة أو بأخرى. حسناً. اليوم ممل جداً. جاء شخص ما. هل يمكنني الوقوف على اليمين؟ ضعي نفسك في المكان المناسب لك. إما، أجلسي على حافة الكرسي، نحن جاهزون. نعم، الآن سوف ألتقط صور رائعة. لقد نسيت تماماً، أحتاج إلى إضافة بعض المال. أنت تعرف كيف تحسن الصورة، ممتاز. كم يوجد أموال؟ أنا أحب هذا النوع من المناظر. لا يضيع المال أبداً. أنت على حق، سأخذ القليل لنفسي. أمل ألا يمنع أحد. كنت أنسى الصورة. أحب ذلك. نحن بحاجة إلى إجراء المزيد من الصور.
لا تتوقفي، بدأنا نحب الأمر. أنا متأكدة من أنني أبدو رائعة. ستكون هذه الصور على أغلفة جميع المجلات اللامعة. ماذا عن الفيديوهات؟ هذا رائع، تبدون رائعين. حان الوقت لنفعل ما نحب ونعد الأموال. أبي مرحبا. أعتقد أنني جائعة، أنا حقا أريد أن آكل. أبي يا أبي. ماذا؟ أنا أريد أن آكل. فهمت، هذا سبب رائع للعب لعبتنا العائلية المفضلة. هل أنت مستعدة يا إما؟ أنا أضغط على الزر. لم يوجد حلويات، سأعتقد شيئا الآن. مصاصة. بداية سعيدة. لماذا أصعد؟ أريد العودة. كما قلت يا ابنتي لنذهب. أيها الحلويات، أنا قادمة إليك. هاي، لقد أمسكت كيتكات المفضلة لدي. أبي، التقط. بالطبع عزيزتي، يبدو أن شخصاً ما يتصل بي. هذا مهم، يجب أن أجيب. أنا بحاجة إلى المغادرة. أبي، إلى أين تذهب؟ ماذا عني؟ لا أريد أن أعلق هنا. لقد وقعت، فكوني أرجوكم. يبدو أن علي الخروج بمفردي. بالكاد تمكنت من فكي. الجميع تركني. مرحباً، هل يوجد أحد هنا؟ أبي، أين أنت؟ حسناً، انتهت اللعبة، سأذهب. مونيكا، هل رأيت أبي؟ لا. أين اختفى؟ فجأة حدث شيء ما. أبي، أبي، ليس هنا أيضاً. أبي، هل أنت هناك؟ غرفتي فارغة تماماً، كيف هذا؟ تعالي عزيزتي، هيا هيا. حسناً، ها أنت ذا. أبي، لماذا غادرت؟ انتظرتك. لا تزعجين يا إما، انظري ماذا نلعب. اتركيني وشأني يا إما، نحن مشغولين. لكننا عائلة مثالية، يجب أن نفعل كل شيء معاً. لا أحد يحتاجني هنا، سأكون وحدي على السرير وأبكي. أتمنى أن أعود إلى عائلتي البسيطة الحقيقية. أريد أن أذهب إلى المنزل. المنزل. يبدو أنني في المنزل بالفعل. مستحيل. بالضبط، إنه سريري. هاي غرفتي. أريد التخلص من هذه المجلة الغبية. أنا بحاجة ماسة إلى إعادة الرسم إلى مكانه. يجب أن أكون مع والدي ووالدتي. أريد أن أراهم. مرحبا أبي. مرحبا أمي. أحبكم كثيرا، لا يمكنكم أن تتخيلوا. من الجيد أنني في المنزل مرة أخرى. لا يوجد دائما شيء جيد مخفي وراء الصورة المثالية. تذكروا هذا وقدروا أحباءكم. وداعاً.